السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا كلكم بخير. وانتم كتفرجوا في هذا الفيديو ما تبخلوش علينا بلايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. في البدايه مبارك عواشركم، رمضان مبارك سعيد، وكل عام وانتم بخير. اليوم غنقدم لكم طريقه تحضير سيلو ديال رمضان بطريقتي البسيطه ومكونات جد بسيطة. لهاد سيلو غنحتاج كيلو ديال الفينو، وكيلو تاع كاوكاو، ونص كيلو ديال اللوز، نص كيلو تاع الزنجلان، ناخدو الكوزة وحبة حلاوة والنافع والقرفة باش نسمو سريلو ديالنا، ملعقة كبيرة نافع وجوج المعالق حبة حلاوة ومعلقة كبيرة قرفة وقليل من الجوزة. صافي، هادو هما المكونات اللي غنحتاجو. كما كتشوفي بعد ما حمرنا المكونات كاملين وطحناهم على هذا الشكل وحمرنا الدقيق، باش نجمعو هاد الخليط غنحتاجو الزبدة مذوبة، ونحتاجو العسل، ونحتاجو زيت المائدة اللي طيبتها شوية، وسكر كلاصي. صافي، هادو هو المكونات اللي غنحتاجو في هاد السليلو. ودابا ان شاء الله غندوزو للتحضير. غنجيبو الإناء اللي نخلطو فيها سليلو، درنا الدقيق، زدنا عليه الزنجلان محمر ومطحون، اللوز محمر ومطحون مهرمش شويه، وكاوكاو محمر وقشرته وطحنته، معلقه تاع النافع، جوج المعالق كبار ديال حبة حلاوة، معلقة كبيرة قرفة، وراس معلقة ديال الجوزة. وشوية سكر كلاصي والقليل من الزيت والزبدة، غنبقاو نديرهم شوية بشوية مع الخلطة. غنستمر في خلط المكونات اللي درنا حتى تنسجم المكونات كاملة. غنخلطو هاد المكونات كاملة بهاد الطريقة هادي، ونبداو نزيدو الزيت والزبدة شوية بشوية حسب الرغبة، حسب الرغبة ديالكم. الى بيتو يكون مزيت بزاف والى بيتو يكون مرمل خليوه. المهم انا غنزيد شوية الزيت والزبدة ونستمر في الخلط. من بعد ما تجمع لينا غنزيدو شوية العسل، نستمر في خلط المكونات مع العسل حتى تنسجم كلها مع بعضيتها.
صافي. من بعد تنزينو بالزنجلان محمر اللي بغى يزينو باللوز اللي بغى الزنجلان حسب الامكانيات. انا درت فيه زنجلان محمر. هذا هو سليلو ديالنا ديال رمضان. نتمنى الى الاعجاب ديالكم وتجربوا الصحة والراحة. رمضان مبارك سعيد، كل عام وأنتم بألف خير. لا تنساوش الإخوان والأخوات تفعلوا مع القناة وتشاهدوا الفيديو مدة 3 دقائق وتحطوا لايك سبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد.